لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي ترم 2 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 او الفصل الثاني Cities and People of the Nile. Cities and People of the Nile أو المدن والناس على نهر النيل. والنهاردة هنبتدي نشرح page 56 أو صفحة 56، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في page 56 عنوانها Transportation for Noor's Trip، Transportation for Noor's Trip أو وسائل المواصلات الخاصة برحلة نور. فهنا بيقول لنا read the story، اقرأ القصة، circle words ضع دائرة حول الكلمات، you do not know، you do not know اللي انت مش عارفها. فتعالوا نقرأ مع بعض الستوري الجميلة دي بقى. فبيقول لنا هنا نور and her family are going on a trip، نور وأسرتها رايحين رحلة، طالعين رحلة. Today النهاردة اليوم they will decide، هم سوف يقررون، هم هيقرروا. They will decide هيقرروا يعني how to go from their hometown to Luxor. Hometown زي ما احنا عرفنا قبل كده هي المدينة اللي هم عايشين فيها، فهم هيقرروا how to go يعني كيف سيذهبون from their hometown من المدينة اللي هم عايشين فيها to Luxor لمدينة الأقصر. They plan to board a river boat in Luxor، هم خططوا ان هم هيركبوا قارب نهري في مدينة الأقصر، يعني هيركبوا في قارب بيمشي في نهر النيل وهم في مدينة الأقصر. يبقى مرة تانية نور and her family are going on a trip. Today they will decide how to go from their hometown to Luxor. They plan to board a river boat in Luxor. Grandpa الجد walks into the kitchen، مشي ناحية المطبخ. How will we get to Luxor؟ he asks، بيقول لهم احنا ازاي هنروح لأقصر. We are going to decide، answers نور. نور جاوبت عليه وقالت له احنا هنقرر دلوقتي. We can take a plane، احنا ممكن ناخد طيارة، a train قطار، or a bus أو أتوبيس، says سارة. سارة قالت كده. I want to take a plane، أنا عايز أركب طيارة. I want to fly، أنا عايز أطير in the sky في السماء، says سمير. سمير قال كده. Just like a bird يعني زي الطائر، مثل الطائر، زوم زوم وقعد بيعمل أصوات ويتحرك بإيديه. سمير runs around the room، سمير جري في أنحاء الغرفة، flapping his arms. flapping his arms يعني فاتح دراعاته على إنها أجنحة وكأنه طيارة. يبقى مرة تانية Grandpa walks into the kitchen. How will we get to Luxor؟ he asks. We are trying to decide، answers Noor. We can take a plane، a train or a bus، says Sarah. I want to take a plane، I want to fly in the sky، says Samir. Just like a bird، zoom zoom. Samir runs around the room flapping his arms. بعدين في الستوري الجميلة دي الجد راح قايل How will you decide، asks grandpa. grandpa الجد سأل وقال انتوا هتقرروا ازاي. How will you decide، asks grandpa.
We can think about how much it costs, suggests Noor. Noor اقترحت عملت suggestion وقالت احنا ممكن نشوف تكلفة كل وسيلة من وسائل المواصلات دي هتكلفنا قد ايه. We can think, احنا ممكن نفكر about how much it costs, في تكلفة كل وسيلة من وسائل المواصلات دي. Or how much time it takes, says Sarah. أو هتاخد وقت قد إيه؟ سارة بتقول كده. Or if we get to fly like a bird, adds Samir, still flapping. سمير بقى راح أضاف وقال أو لو إحنا هنقدر نطير زي الطائر، وهو طبعا لسه عامل دراعاته زي الأجنحة وهو بيقول كده. These are good ideas. دي أفكار جميلة. Children says. الأطفال قالوا كده. Grandpa, الجد, tell me what you decide. اخبرني انت قررت ايه. Would anyone like a piece of كنافة؟ هل في اي واحد فيكو عايز حتة كنافة، عايز حتة من الكنافة؟ Grandma asks, الجدة بتسأل, as she brings, لان هي احضرت, a plate of slices of كنافة, طبق فيه قطع من الكنافة, to the table, على المنضدة, على الترابيزة. يبقى مرة تانية. How will we decide, asks Grandpa. We can think about how much it costs, suggests Noor. Or how much time it takes, says Sarah. Or if we get to fly like a bird, adds Samir, still flapping. These are good ideas, children says. Grandpa, tell me what you decide. Would anyone like a piece of kunafa? Grandma asks as she brings a plate of slices of kunafa to the table. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. طبعا في page 56 احنا بنتكلم بقى عن الـ transportations والوسائل المواصلات المختلفة المناسبة لكل نوع من أنواع الرحلات. فهنا بيقول لنا transportation for our trip، وسيلة المواصلات الخاصة بالرحلة بتاعتنا. Look at the pictures، انظر على الصور. Write yes or no، اكتب yes or no. Under our town، تحت كلمة our town أو مدينتنا. If we have that type of transportation، لو احنا عندنا وسيلة المواصلات دي متوفرة في المدينة بتاعتنا. Later، لاحقا، يعني بعد كده. Write the names of the cities، اكتب أسماء المدن. That have buses, trains or plans، الموجود فيها أتوبيسات وقطارات وطيارات. زي ما احنا شايفين يا أصحابي، في عندنا transportation، وسيلة المواصلات. Our town، دي اللي هنكتب تحت منها yes أو no. Cities، طبعا دي أسماء المدن اللي موجود فيها الترانسبورتيشن دي. طبعا الموضوع سهل جدا. فأول حاجة باص، كلنا عندنا في المدن بتاعتنا أو في التاون بتاعتنا الباص ده موجود في كل التاونز تقريبا، فنكتب هنا yes. بعدين cities، ممكن نكتب مثلا هنا 2 or 3 cities موجود فيهم الباص. وطبعا الترين نفس الكلام، عندنا في التاون بتاعتنا، أنا في كايرو، موجود فيها الترين، فنكتب هنا yes. ممكن كمان هنا نكتب بعض المدن المختلفة زي ألكسندريا، لوكسور، أسوان، موجود فيهم ترين برضو. البلين أو الطيارة، عندنا برضو في مطار أو في ايربورت موجود فيه بلينز، في طائرات، فنكتب هنا yes. لو انت موجود في التاون بتاعتك planes او طائرات، هتكتب هنا برضو yes. وهتكتب بعض المدن او some cities فيها planes، فممكن هنا برضو نكتب مثلا هورجادا، لوكسور، اسوان. طبعا والريفر بوت او القارب النهري ده بيبقى موجود في المدن بس اللي بيعدي فيها نهر زي نهر النيل. فاحنا هنا عايشين في كايرو ونهر النيل قريب مننا، فنكتب هنا yes. وممكن هنا نكتب برضو لوكسور واسوان، لأن هم فيهم برضو الريفر بوت أو القارب النهري. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. بيقول لنا هنا How do we get there؟ إزاي إحنا ممكن نوصل هناك؟ بيقول لنا هنا You will be assigned one of the cities on our trip. إحنا مفروض في الكلاس روم دلوقتي كل واحد فينا
هيعمل له هيتعمل له assigned يعني هيتخصص له مدينة one city في التريب بتاعتنا. هيقولوا لكم مثلا كل واحد فيكم هيعمل تريب او رحلة لمدينة معينة، ده اسمه assigned يعني انا هخصص لك one city المفروض انت هتتكلم عنها في التريب بتاعتك. فهنا بيقول لك انت هيتخصص لك مدينة on our trip في الرحلة بتاعتنا using resources مستخدما بقى الموارد الموجودة في الكلاس روم provided in class الموجودة في الكلاس المتوفرة في الكلاس يعني learn about تعلم عن the types of transportation أنواع المواصلات available in that city الموجودة في المدينة دي follow the direction below اتبع التعليمات الموجودة بالأسفل. فطبعا زي ما قلنا احنا هيتقلنا في الكلاس روم دلوقتي انت ليك كل واحد فينا هيتعمل له assigning وهيبقى ليه city هيتكلم عنها وهنستخدم الresources او الموارد الموجودة في الكلاس روم والحاجات اللي احنا تعلمناها عن الترانسبورتيشنز المختلفة الخاصة بكل city من cities المختلفة علشان لما نيجي نتكلم عن التريب بتاعتنا. فبيقول لنا هنا fill in the blank املأ الفراغ the name of the city باسم المدينة اللي انت هتتكلم عنها I am researching is اللي انا بحثت عنها هي. فمثلا انا هكتب هنا مثلا لوكسور كأنهم عملوا لي assigned واختاروا لي مدينة لوكسور فاكتب مثلا هنا لوكسور. انت ممكن تكتب طبعا هنا اسم السيتي اللي اتقالك انت هتعمل لها trip. بعدين بيقول لنا هنا write the name of اكتب اسم or draw pictures أو ارسم صور of the forms of transportation لأشكال وسائل المواصلات in that city الموجودة في المدينة دي. فمثلا أنا هرسم هنا الـ river boat أو القارب النهري وهرسم كمان الـ plane أو الطيارة وهرسم كمان الـ train أو القطار ممكن كمان أرسم الباص أو الأوتوبيس والكار كمان لأن هي موجود فيها كل الترانسبورتيشن دي او وسائل المواصلات دي. انت برضو هترسم هنا او هتكتب هنا name of transportation او اسم وسيلة المواصلات الموجودة في السيتي دي او في المدينة دي. وبكده تكون جاوبت على السؤال الجميل ده. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفدت او 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.